السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي الطلبة. هذه المحاضرة الثانية بعد تعليق الدراسة في الجامعة. في المحاضرة السابقة كنا قد تحدثنا عن ما يسمى الزينر ديود واستخدامات الزينر ديود لغايات الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن هو عبارة عن تحويل سيجنال AC سيجنال، يعني هاي الاي سي سيجنال لها قيمه محدده فيها شويه ريبلز. هاي الريبلز احنا شو بنعمل فيهم؟ بنشيلهم من خلال الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن هذا اللي راح يصير من خلال سميناه الزينر فولتج، بحيث انه الزينر دايود شغال في البريك داون ريجن، يعني هي منطقه خاصه من مناطق الريفرس بيس ريجن، ومنه في زي بتكون هي اللي واصله لللود، الواصله لللود. طيب احنا حكينا في ضمن الشغلات اللي حكيناهم لاستخدامات الدايود انه الدايود يستخدم فعليا لعمل دوائر الريكتيفيكيشن والريجوليشن. الريكتيفيكيشن والريجوليشن شو يعني؟ لو عندك انت شاحن كمبيوتر، شاحن تلفون او لابتوب، جاي سيجنال جاي من شركة توزيع الكهرباء الوطنية، هاي السيجنال 220 فولت، احنا شو بنعمل فيها؟ بنعمل فيها انه احنا بننزل هاي الفولتية لفولتية محددة اللي هي مثلا ممكن تكون 12 فولت 5 فولت حسب الشاحن، يعني شاحن التلفون 5 فولت. طيب كيف أحصل الـ 5 فولت دي سي؟ لأنه أنا تلفوني بيشتغل دي سي سيجنال، ببلش كدي سي لأنه بيعمل ستورج في البطارية. وكيف بده هذا التلفون يأخذ دي سي سيجنال من الأدابتر؟ في شغلتين رئيسيات وفي واحدة شغلة ثالثة راح نذكرها في آخر هاي المحاضرة، اللي هم شيء احنا بنسميه فول ويف ريكتيفاير، وانذر سيركت احنا بنسميها بريدج ريكتيفاير. اوكي، فول ويف ريكتيفاير وبريدج ريكتيفاير، هذول نوعين من انواع الريكتيفيكيشن سيجنال ريكتيفيكيشن سيركتس. هذول شو بيعملوا؟ بيحولوا الدي سي الاي سي سيجنال وذ زيرو average power with zero average power أو zero average voltage، خلينا نسميه يعني ما فيها دي سي فولتج، لمين؟ لسيجنال فيها دي سي فولتج، لسيجنال فيها دي سي بارت، فيها دي سي بارت. يعني هاي السيجنال في اس اوف تي بغض النظر شو البيك تبعها البلس وماينس، انا شو في عندي؟ عندي بوزيتيف سايكل نيجاتيف سايكل سيمتريك من زيرو لتي اللي هي البيريود تبعت الساين ويف. هاي بيطلع معي انا شو؟ بيطلع معي الافريج دي سي باور مقداره كم؟ زيرو. افريج دي سي فولتج مقداره زيرو. اوكي، طيب كيف نعمل هذا الفولتج الافريج له غير الزيرو؟ يعني شو يعني؟ يعني بدي الافريج تبعي تبع الفولتج هذا اكبر من صفر او اقل من صفر. كيف نعمل هذا الحكي؟ بنعمله من خلال شيء بنسميه ريكتيفاير سيركت، فول ويف ريكتيفاير او بريدج ريكتيفاير او هاف ويف ريكتيفاير. كل هاف ويف ريكتيفاير راح نذكره في الاخر. اول سيركت اللي احنا السيركت اللي احنا شايفينها هون نطلع عليها شو هي؟ سورس ملف كويل، انا في عندي هون كويل ومقابله كويل ثاني، هذا احنا شو بنسميه؟ ترانسفورمر. الترانسفورمر هذا له تو تابز، واحد هون وواحد هون، يعني له تو كويلز ملفوفين على بعضهم البعض. الملف اللي بسموه البرايمري شو بيكون؟ بيكون مثلا عدد لفات له مثلا 1، الريشيو بين عدد لفات البرايمري والسكندري 1 to 2n. في عندي هذا الملف الثاني احنا ملف بنسميه سنتر تابد. شو يعني سنتر تابد؟ يعني انا من نص الملف، نص اللفات جايين فوق هاي الكونكشن، والنص اللفات المتبقي وين جاي؟ تحت هذا الكونكشن. اوكي، يعني الفولتيه هون على الاوتبوت تبع مين؟ تبع الفولتج هاد تبع الترانسفورمر شو بتكون؟ مش هون 1 to 2n، كون هون عدد اللفات نص، معناها هون شو بكون عدد الفولتيه اللي طالع عندي؟ مش هاي VS، بتكون الفولتيه اللي طالع عندي هون VS مضروب في n، وتحت يعني هاي بوزيتيف نيجاتيف، هاي بوزيتيف نيجاتيف، كمان نفس الشيء n مضروبه في VS. اوكي، طيب هلا هون انا شو حطيت؟ هون حطيت تو دايود، دايود الفيرست دايود سكند دايود. اوكي،
فايز دايود سكند دايود. قسمنا السيجنال الانبوت عندي ل بوزيتيف ونيجاتيف. هلا الترانسفورمر ما راح ياثر على الفيز على اعتبار هيك راح نعتبر احنا حاليا، فراح يصفي عندي البوزيتيف بشوفه بوزيتيف والنيجاتيف بشوفه نيجاتيف. هيك بدنا نفترض هاي الفرضيه بالبدايه. طيب معناها خلينا نفترض ان هنا عندي ان في في اس طالعه وين هون، اوكي ان في في اس وين موجوده؟ موجوده على هذا السايد. طيب اذا كان ان في في اس موجوده هون وان في في اس موجوده هون مره ثانيه، اوكي يعني بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هلا اول شغله شو بصير اذا انا كنت بالبوزيتيف، بالبوزيتيف سايكل شو بيكون عندي؟ البولاريتي هون هاي بوزيتيف هاي نيجاتيف، هاي بوزيتيف هاي نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف بوزيتيف على الدايود على الشمال، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، ينزل نزول صح؟ زي كانه هذا البرانش شغال، هذا البرانش شو ماله شغال. لكن بالبوزيتيف سايد شو راح يكون عندي؟ راح يكون هون بوزيتيف نيجاتيف، هذا راح يكون شايف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، هذا شو راح يكون فيه؟ راح يكون اوف. يعني في الفيرست سايكل اللي هي البوزيتيف سايكل راح يكون الدايود الاول شغال والدايود الثاني طافي. نفترض ان هذا الدايود اوبن سيركت، اوكي اوبن سيركت. فالكرنت اللي ماشي في اللود، الكرنت اللي ماشي في اللود راح يكون هو نفسه الكرنت اي 1 ويساوي اي ال صح؟ I1 ويساوي IL. طيب IL شو يساوي؟ أو I1 شو يساوي؟ يساوي NVS على مين؟ على VL، على RL عفوا. N في VS على RL شو بيعطيني؟ الكرنت IL اللي ماشي وين؟ في اللود. يعني اللود فولتج كم مقداره؟ يساوي RL RL مضروبة في N في VS على RL، يعني اللي هي نفسها N في VS. أوكي؟ طيب في حالة النيجاتيف سايكل، النيجاتيف سايكل I2 كم يساوي؟ يساوي ماينس NVS، لأنه أصلا عندي هنا نيجاتيف وبيجيها نيجاتيف كمان. الـ VS هون بتكون أصلا بالأصل نيجاتيف لأنها بالنيجاتيف بارت، بالنيجاتيف سايكل جايها نيجاتيف من برا. ليش؟ لأنه عكس الاتجاه، فبصفي I2 هو نفس اتجاه مين؟ IL. فدائما IL إن كان بالبوزيتيف أو بالنيجاتيف دائما ماخذ شو؟ ماخذ نفس الدايركشن ونفس القيمه. ليش؟ لان هون عندي ان في اس وهون عندي ان في اس، اوكي؟ لانه هذا راح يكون البرانش فاصل في النيجاتيف في النيجاتيف، وهذا راح يكون شغال. تمام؟ هذا راح يكون شغال هون. لما يكون هذا شغال الكرنت بيمشي معاكس لمين؟ لهذا، فبصير الكرنت عندي كم مقداره؟ مقداره ماينس ان في اس على ار. شو يعني هذا الحكي؟ يعني هذا الحكي انه بالبوزيتيف سايكل اللي هي هون انا شو بشوف على الفي ال، او شو التيار اللي بمر في في ال؟ اللي هو اي 1 اللي هو من هاي الجهه. طب شو التيار اللي بمر من بالنيجاتيف سايكل؟ بمر اي 2. فبصفي عندي اي 1 اي 2 اي 1 اي 2 في المناطق هاي، وشو فعليا بصفي؟ هذا في ال دائما بوزيتيف، دائما بوزيتيف، لانه في اس نيجاتيف وماينس ان في في اس بصفي كمان بوزيتيف فاليو. بصفي عندي هون بوزيتيف 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 بوزيتيف، هاي نفسها هاي، وهاي شو تساوي؟ ماينس هاي، هاي نفسها هاي، وهاي ماينس هاي. يعني هذا الفي ال راح يساوي فعليا شو؟ راح يساوي الابسوليوت فاليو لمين؟ الفي ال راح يكون يساوي الابسوليوت فاليو لمين؟ للفي اس. يعني ما في عندي نيجاتيف بس عندي بوزيتيف. واحنا اخذنا قبل في محاضره سابقه انه السيجنال اللي شكلها زي هيك كلها بالبوزيتيف، الافريج فولتج لانها لها مش زيرو، قيمه اعلى من الزيرو. يعني نفترض انه هذا الخط اللي هون هو الافريج لها، فمعناها شو بنقدر نحكي؟ احنا نقدر نحكي انه لها دي سي بارت، انه انا فيها دي سي بارت. ففي صفتي هي عباره عن سيجنال اي سي بلس دي سي، واذا كان فيها دي سي بارت معناته احنا رفعنا الافريج فولتج لها، يعني رفعنا الدي سي، واحنا هذا احنا اللي بندور عليه. اوكي طيب لاحظ شغله هون، شو في عندي انا؟ في مشكله عندي هون انا بهذا الترانسفورمر
بالسيركت هاي. انا عندي هون في ترانسفورمر، هذا فول ويف ريكتيفاير سميناه، بس هذا شو احتاج؟ احتاج من السورس ادخل على ترانسفورمر، والترانسفورمر هذا بالعاده بيكون اصلا بلكي سايز، بلكي سايز يعني كبير شويه. فاحنا مرات بنحب شو نعمل؟ بنحب نختصر من الحجم تبع هذا الترانسفورمر. فشو راح نستخدم؟ نستخدم نوع ثاني من انواع الريكتيفايرز، احنا بنسميه بريدج ريكتيفاير. بريدج ريكتيفاير، البريدج ريكتيفاير هيك شكله، عبارة عن فور دايود، سميناه بريدج لأنه في عندي بريدج بين تو برانشز اللي هو من خلال ار ال. اوكي، بريدج ريكتيفاير ما في عندي هون ترانسفورمر، نفترض انه في اس مباشرة داخل، اوكي، وفي عندي اربعة دايودز بيناتهم بالنص في عندي ار ال، واحنا بناخذ السيجنال تبعتي من وين؟ من سي دي، يعني من بدخل ال في اس من اي وبي، بيطلع اللود فولتج من عندي من وين؟ من ار ال. دائما ال في اس احنا بنفترض انه ساين ويف او ساينوسويدال سيجنال، فيها بوزيتيف سايكل وفيها نيجاتيف سايكل. اوكي، يعني الفرق الوحيد شو هناك؟ هلا عشان نفهم كيف السيجنال بتشتغل او السيركت هاي بتشتغل، شو بنعمل؟ كونه في عندي تو فاليز، هلا طبعا كل الاسامبشنز عندي هون على اعتبار انه هذا الدايود شماله ايديال دايود. اوكي، هذا الدايود هو ايديال دايود، ايديال دايود، ايديال دايود. شو يعني ايديال دايود؟ يعني الار دي ايكوال 0 والفي دي ايكوال كم؟ ايكوال 0 كمان، الفي دي ايكوال 0 او الفي جاما ايكوال 0 والار دي ايكوال 0. هلا نشوف على اعتبار هذا الاسامبشن اللي حكينا عنه، خلينا نفترض انه احنا بالبوزيتيف سايكل. بالبوزيتيف سايكل يعني بقدر اعبر عن هذا البطاريه مقدارها في اس بوزيتيف من فوق ونيجاتيف من تحت. اذا كان بوزيتيف من فوق ونيجاتيف من تحت، نطلع هون هذا الدايود شو ماله؟ راح يكون عليه بوزيتيف نيجاتيف، يعني راح يكون اوبن سيركت، صح؟ هذا الدايود بوزيتيف نيجاتيف، صح؟ يعني راح يكون شورت سيركت. وهذا الدايود بوزيتيف نيجاتيف، راح يكون بوزيتيف نيجاتيف شورت سيركت، عفوا اوبن سيركت. وهذا الدايود راح يمر كارنت من هون، يمر في دي 3، فراح يكون شو؟ شورت سيركت. يعني زي كاني بحكي انه انا بغض النظر شو الدايود موديل اللي عندي، راح يكون في عندي هذا البرانش فقط اللي شغال، اللي راح يمشي فيه كارنت. ففي اس فايت على دي 1، الكرنت اللي هون اللي راح يمشي بفوت بدي 1، اي ال نفسه بيروح لدي وبيمشي في ايش؟ في دي 3. فبصفي عندي 2 برانشز شغالين، 2 برانشز او 2 دايودز شغالين. اوكي، طيب على فرض طبعا هون يعني راح يكون احكي دي 1 از اون which is forward biased، دي 2 از اوف which is reverse biased، دي 3 از اون forward biased، دي 4 از اوف which means it's reversed biased. اوكي، وهذا الحكي نفترض حاليا لو انا خلينا اكمل بالاول وبعدين بنرجع للشيء اللي بدي احكيه، اللي هي شو اللي بدي اكمله انا بدي احكيه كونت during negative cycle. during negative cycle يعني هون صار negative positive، negative positive يعني هذا شغال، صح؟ هون negative positive يعني هذا شغال، الكرنت ماشي بالعكس فعليا، IL ماشي ايش؟ بهذا الاتجاه. نفس الشيء هنا، IL وين ماشي؟ بنفس الاتجاه. فدائما احنا شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نعمل سيركت معينه بحيث انه دائما الكرنت اللي ماشي في اللود على الاوتبوت شو يكون؟ يكون نفس الاتجاه، بمعنى انه دائما الفولتيه لها نفس الاتجاه او نفس البولاريتي. واذا كانت نفس البولاريتي دائما بيكون في عندي دي سي اوفست او دي سي بارت او دي سي فاليو للسيجنال من بتكون نون زيرو. اوكي، نون زيرو يعني يا بوزيتيف يا نيجاتيف حسب احنا شو حابين تكون هاي السيجنال. طيب معناها البوزيتيف نيجاتيف سايكل اللي هي ساين ويف زي هيك تحولت لشو؟ تحولت، شايفين الازرق هذا الاصل، هذا الازرق هو نفسه الاصل، بس صار في عندي بوزيتيف بالاحمر وبوزيتيف ايش بالاحمر مره ثانيه للنيجاتيف سايكل. ليش؟ لانه الكرنت اللي ماشي في الار ال شو ماله؟ اتجاهه ثابت. طيب نفترض انه الدايود اللي عندي انا هذا شو ماله؟ نون ايديال دايود. خلينا نفترض الاوفست موديل. اوكي، نفترض انه اوفست موديل. شو يعني اوفست موديل؟ يعني هذا راح يكون في عندي في جاما معاكسه، بطاريه معاكسه. اوكي، معناته اللود الكرنت اللي ماشي هون شو راح يكون يساوي؟ ماينس في اس
بلس في دي بلس ار ال اي ال بلس في دي ايكوال زيرو. يعني ار ال شو يساوي؟ ار ال شو يساوي؟ ار ال يساوي عفوا الاي ال شو يساوي؟ الكرنت اللي ماشي عندي. او الفي ال شو تساوي؟ الفي ال تساوي في اس ماينس 2 في دي. في اس ماينس 2 في دي هون كانت شو بالبوزيتيف سايكل؟ في اس نفسها. وهون ماينس في اس. هون شو راح يصفي عندي؟ في ال. في ال شو راح تكون تساوي؟ تساوي اذا في عندي 2 اوفست دايود في الهم في جاما ايكوال 0.6 مثلا، وعندي في اس ايكوال 10، معناها 10 البيك، طبعا احنا بنحكي عن البيك، 10 ماينس كم؟ ماينس البوزيتيف اللي هي عفوا ال 2 في دي. في ال تساوي في اس ماينس 2 في دي. اوكي، طبعا هون الرسمه فيها خطا. انا شو عملت؟ وانا خطأان بشيء انا هون، اللي هو هاي الرسمه هون بتكون بوزيتيف، يعني هذا كله هذا المنطقه هاي شمالها مرفوعه بالاتجاه هذا جاي هون. اوكي، كل هاي هون جاي. طبعا هون انا مخربط بالرسمه فقط، انا مخربط في الرسمه. طيب هلا هون السيركت احنا لما طلعنا شو بنينا؟ بنينا سيجنال فيها تو سايكلز بالبوزيتيف، يعني كلهم متشابهين، صار هاي متشابهة لهاي او متشابهة لهاي. بس هذا هل هو دي سي فاليو كونستانت؟ لا، مش دي سي فاليو كونستانت. هل فيها دي سي سايد بارت؟ فيها دي سي بارت بس مش كونستانت، يعني مش بيور دي سي سيجنال. طيب شو اعمل فيها؟ احنا بالعاده شو بنعمل لما بنعمل زي هيك؟ هلا مش في عندي بريدج ريكتيفاير، بغض النظر شو هو، هو الفول ويف ولا بريدج ريكتيفاير. عندي سورس بيدخل على بريدج ريكتيفاير، بيطلع منه في ار ال او في لود. خلينا شو احنا بنعمل هون؟ بنعمل ريموفينج لمين؟ للريبلز. اذا انا بدي اعمل ريموفينج للريبلز اللي هون، شو بساوي؟ بس بدخله على شيء احنا بنسميه انتي ريبل فلتر. انتي ريبلز فلتر هو عبارة عن إشي إحنا بنسميه لو باس فلتر. لو باس فلتر بيشيل الهاي فريكونسي اللي موجود في السيجنال، يعني إذا كانت جاي مشكلة كهرباء 50 واط، عفوا 50 هرتز، 50 هرتز إحنا بنحولهم لدي سي، أقرب ما يمكن للدي سي. بناخذ فقط من السيجنال مين؟ بناخذ منها الدي سي بارت. الدي سي بارت هذا السيجنال أصلا شو بتعمل؟ هذا الكباستور ما بيدخل دي سي، فالكرنت اللي ماشي هون بضل رايح لوين؟ لفي ال، مدامه ايش؟ مدامه دي سي. لكن اذا انه اي سي شو بروح بعمل له؟ بصير في عندي شورت سيركت، بيوصل لوين؟ بيوصل للجراوند. بس يوصل للجراوند بيطير. شو يعني بضل في عندي بس الدي سي؟ فاحنا شو راح فعليا راح يصير؟ هاي في تي اللي داخله على البريدج، هاي في تي السيجنال اللي اصلا ريكتيفايد سيجنال من فوق جبناها، اذا دخلناها على هذا الريبل فلتر، الانتي ريبل فلتر، شو بيعمل؟ بصير المنطقه الحمراء هي هاي السيجنال اللي طالعه برا. هاي شو صارت؟ اقرب لمين؟ اقرب للدي سي من هاي. طبعا صار رفع لي مين؟ رفع لي الافشنسي تبعت السيجنال، رفع لي الدي سي بارت فيه. طيب اذا بدي هذا الريبلز اشيله كمان، شو بنعمل؟ طيب اذا بدي اشيل الريبلز هاي، بوصل هون بحط زينر دايود. اذا حطيت زينر دايود هون، شو بصفر الاوتبوت؟ شو بشوف اللود؟ اللود بصير يشوف اونلي الفي زي اللي هي راح تصفي كونستنت. لكن برضو كمان احنا شفنا انه الزينر دايود في شيء اسمه الريبل افكت. الريبل افكت لما يكون في عندي ريزيستنس اللي هي سميناها ار زي، ريزيستنس تبعت الدايود حسب الموديل، لما تكون موجوده بتعمل لي مشاكل بوجود الريبلز، وراح تبين الريبلز ستيل عندي على الاوتبوت. انليس شو؟ انليس انه احنا الدايود تبعي باخذه ايديال دايود، بس بعبر عنه فولتج بدون ار زي، وار زي كل ما كانت اقرب للصفر كل ما كان الفولتج ريجليتد على الاوتبوت للزينر دايود شماله افضل واكثر افشنسي. طيب هذا الحكي كله بيعتمد على مين؟ الرسم هذا بيعتمد كله على الايديال او الدايود موديل. هلا اذا كان ايديال كيف راح يكون المستوى؟ إذا كان offset diode model، إذا كان piecewise linear model شو راح يصير؟ يعني نرجع
لأي سيركت هون؟ تخيل هون أنه عندي أنا مقاومتين صح؟ هون في مقاومة وهون في مقاومة بسبب وجود RD حسب البيس وايس لينير موديل، اللي راح يصفي أنه الكرنت اللي راح يمر في RL شو ماله؟ راح يقل، يصير أقل حسب VS على RL بلس RD1 بلس RD2. وإذا نزل الكرنت هون راح الفولتية اللي تمر في المقاومة هاي شو راح يصير فيها؟ راح تنزل برضو كمان حسب الفولتج ديفيجن، لأنه في فولتية وين راح تروح؟ راح تروح في RD1، فولتية راح تروح في RD2، ونفس الشيء مشابه لهون. نتذكر كمان دائما إنه هون في هاي الرسمة خطأ، في عندي هون بوزيتيف، هلا صح VS بالنيجاتيف، بس هاي شو راح تكون؟ هيك زين. اخر اشي راح نحكي عنه وهو المفروض كنا حكينا عنه في البدايه، اللي هو الهاف ويف ريكتيفاير. الهاف ويف ريكتيفاير هو نفس الفول ويف ريكتيفاير تقريبا. في عندي ترانسفورمر في V1 و V2، بتطلع V2 على وين؟ على اللود المفروض. هلا اذا الدايود ايديال دايود موديل شو راح يصفي؟ بالبوزيتيف سايكل راح يشتغل وراح يعطيني نفس السيجنال اللي هي V2، اللي هي المفروض تكون تساوي VS في حال ايش؟ انه الريشيو تبعت الترانسفورمر سكندري وبرايمري شو مالهم؟ متساويين. اوكي 1 تو 1 معناها شو بيطلع معي هون؟ انا بيطلع معي انه RL تساوي V2 في حالة مين؟ في حالة البوزيتيف سايكل، و RL تساوي شو؟ تساوي 0 في حالة مين؟ في حالة النيجاتيف سايكل. وبصفي الاوتبوت عندي للهاف ويف ريكتيفاير كم مقداره؟ بصفي البوزيتيف بروح البوزيتيف، والنيجاتيف بصير له ايش؟ 0. ليش بصير 0؟ لانه بالنيجاتيف راح يصير هون عندي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه هذا اوبن سيركت. اذا كان اوبن سيركت شو يعني؟ يعني الكرنت اللي بمر في RL مقداره 0. 0 في RL كم مقدار VL راح يكون؟ راح يكون مقداره 0 وبيطلع معي هون. اوكي طيب في حال كان هذا الدايود، طبعا هاي VL شو تساوي؟ V2 مباشرة. اذا كان اوفسيت دايود موديل راح يكون في عندي بطارية معاكسة، ف VL شو راح تساوي؟ راح تساوي V2 ماينس ايش؟ ماينس V جاما، ماينس V جاما. اوكي وشغلة ثانية كمان، اذا كان RD اوفسيت موديل اللي هو اللينير بيس وايس موديل، راح يكون في عندي مقاومة و V جاما، بنضيف المقاومة وصير ID يساوي شو؟ يساوي V2 على RL بلس RD. والVL شو تساوي؟ راح تصفي لحالها، راح تصفي لحالها فولتج ديفيجن بين مقاومة هون ومقاومة هون، راح تصفي VL شو تساوي؟ V2 مضروبة في V في RL على RL بلس مين؟ RD في حال RD كانت. اوكي يعني بالبوزيتيف سايكل ID equal V2 على RL، هاي بالبوزيتيف سايكل ID شو تساوي؟ V2 على RL. بالنيجاتيف سايكل ID equal 0، ID equal 0. ولحد هيك بيكون احنا خلصنا الهاف ويف ريكتيفاير، الفول ويف ريكتيفاير، والبريدج ريكتيفاير. هم ابلكيشن سيركتس بنستخدمهم احنا للريكتيفيكيشن سيركت. بنسميه ريكتيفيكيشن سيركت يعني نحول سيجنال من زيرو افريج فولتج ل سيجنال فيها نون زيرو افريج فولتج، وبعدين بندخلها على سيركتس ثانيين لحتى نعمل ايش؟ ريبل او انتي ريبل، او خلينا نسميهم ريموفينج للريبل. اوكي هيك بنكون انهينا محاضرتنا لليوم. يعطيكم العافية، ربنا يحميكم ان شاء الله يا رب، ويبعد عنا البلاء بأمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.